هاي جايز، اوكي سو هلا بدي افرجيكم. انا اوريدي فرجيتكم كيف تسووا تيبل وكيف تسووا اكويجن، وهلا وكيف كمان تستخدموا مندلي تحطوه هنا بهاي المنطقه. وهلا بدي افرجيكم كيف تحطوا تسوي upload ل image. استنوا اوكي سو هنزل اوكي. طيب هلا انا بدي احط insert figure. اوكي طبعا انتوا هنا بتقدروا تشوفوا السنتاكس كتير سمبل، بتحطوا باك سلاش بيجن كالعادة، وفيجر بتختاروا فيجر، بتحطوا هاي اف يو وانت بفرجيكم ليش، وبتحطوا كابشن لانه يعني الصورة بدون كابشن حيكون غريب، فبتحطوا كابشن عشان الواحد يعرف هاي الفيجر لشو، وبعدين بتحطوا ليبل و end figure. وطبعا you have to use brackets عند ال include graphics. وطبعا هادول التنين they are مش إجباري، بس أفضل تحطوا label و caption، بس هذا الخط هو المهم. فأنا إيش راح أسوي؟ أول شي بدي أعمل upload للإيمج اللي أنا بدي إياها. I'm gonna upload my image from my computer. I'm gonna upload it وبرجع لكم. Okay guys, هيني أنا نزلت هاي الصورة روك مدري إيش. وإيش راح أسوي for speed يعني عشان الصورة هاي، بس راح أحط copy لهاي، راح أحط paste. راح احط begin figure include graphics. هلا لو شلت هاي صراحة انا ما بحب اشيل هاي لانه يعني خليني افرجيكم هون كيف بصير الشكل. ويت لو شلت هاي وعملت كومبايل شوفوا يعني اوكي هاي الصورة يمكن كبيرة ما يأثر، لكن المشكلة إنه الصورة مش أحياناً wait. هلا هاي الصورة كبيرة ما رح تتأثر، لكن في صور تانية مثلاً زي هاي إذا ما حطيت لها يعني ممكن يعمل الصورة مثلا اوفر كبيرة مثلا. خلنا نشوف نشيل هاي تبعت الاوبجكتس. شوفوا يعني ودهل، شوفوا كيف حاطين الصورة هاي. طبعا فيجر 7 هي نفسها، لو ضفت باك سلاش ويد قصدي سوري ويد ايكوال باك سلاش لاين ويد وبعمل ريكومباي هو لحاله بيصغر لي الصورة بيخليها لاين ويد. طبعا انتم ممكن تسووا اي ثينك 0.5 زي هيك اشياء، يعني you can play around بالأرقام هاي الأشياء، بس أنا بفضل إنها تكون بس line width. وطبعا أنا هلأ صرت حاطة صورتين نفس الشيء من الكوبي paste اللي عملته. خل نروح عند هاي الصورة I double click on this and okay. هلأ بنغير اسم الفولدر تبع الإيمج.
وبختار اكس. اوكي هاي هي الصورة اللي انا بدي اياها، وبدي الليبل اخليه مثلا اكس 1 روك انسين. هلا انسين، انسين. والكابشن بدي اياها تكون identification of devices. اوكي اي ثينك هيك المفروض هاي المعلومات صحيحة ولا ايش؟ خلينا نشوف. تمام، مش لازم نحط هاي. بس هيك بتقدروا تضيفوا صورة. خلينا نجرب مثلا 0.5. شوفوا هون نص اللاين ويدث، ف I think 0.5 ممكن تكون مفيدة للصور اللي زي هاي اوفر كبيرة. ف هاي ممكن تلعب بالأرقام، ممكن تخلوها ربع، نص، أو equal to the line width. خلينا نجرب هاي مثلا، نحط نص أو إيش في غير اللاين ويث؟ تكست ويث يمكن، تكست ويث. نجرب هاي. Oh my god. اوكي خلينا نحط 0.5. اخ يا الله، صراحة من ناحية الصور مرات بكره اللاتكس لأنه مش عارفة. طبعا I think بقدر أسوي centering backslash centering عشان مش حاسة هيك بالنص ولا مش عارفة. خلينا نجرب 0.5 line width. يعني ال text width بحسبها ال figure كلها، قصدي ال paper كلها. ال اوكي هيك أحسن، أنا هيك بحس أحسن. تمام. ممكن نحط مثلا 0.75 أو شي زي هيك. ممكن نخليها 0.75. وبس رح أختم معكم الفيديو. إذا عندكم أي سؤال أو أي شي احكولي.